وتصحيح هم كرة قدم وطنية وهم الرياضة الوطنية، ولكن التصريح في حد ذاته وتصريح صحي بالنسبة وصائب بالنسبة للمغرب لأسباب متعددة. لماذا؟ لأن المغرب الآن يعني في علاقته علاقة جيدة مع الدول والبلدان الإفريقية، علاقته مع الكاميرون وقدم دعم للكاميرون، دعم لوجستيكي، دعم مادي، دعم ديال الكفاءات أيضا للكاميرون للتنظيم، وسيبقى شريك أساسي وسيبقى صديق ديال الكاميرون. الآن كرة في مرمى الاتحاد الإفريقي، تصريح ديال السيد الوزير على أن المغرب لم يترشح وليس لم ينظم، لم يترشح، لأن الباب ديال الترشيح مازال مفتوح حتى نهار الجمعة مع 12 ديال الليل الترشيحات. هناك بلدان أبدت الرغبة ديالها في الترشح لاحتضان هاد النسخة. هذه الكلمة اللي شوية غير مقبولة هو أن المغرب غير مهيئ. المغرب ما غاديش يترشح، نعم المغرب غير مهيئ، لا المغرب مستعد. واللي تيقول على ان المغرب غير مهيئ فهذا يثبت على اننا كنا ما كانش خصنا كاع ندخلوا للمنافسه مع الملف اللي مشاركين فيه ثلاثه ديال المكسيك وكندا وامريكا. المغرب مستعد ولكن المغرب لم يترشح، هذو هما القرارات اللي قال السيد الوزير. الان المغرب راه ماشي اول مره في حل المشكل، المغرب حل المشكل ديال الشان اللي كان غادي يتنظم في كينيا، والمغرب بين اكتوبر فاش تعلن السحب من كينيا وتسندت المغرب بين اكتوبر ويناير، المغرب كان جاهز ونظم الشان. الا ان السؤال المطروح شنو غنستافدوا حنا من الشان. التقرير الاخير تيقول على ان صرفنا على الشان 13 مليار بالنسبه للمغرب، غادي يكون استافد في الدبلوماسيه، غادي يكون استافد معنويا، ولكن ماديا ما استفدش حتى الان. الان انا كنقول صحي، علاش؟ وهذا امر يعنيني انا كمواطن مغربي، تنقول لك اودي رانا بلدرين ديال كاس افريقيا وغنحلوا مشكل الكاف، ما عندنا حتى شي استفاده. هذا قرار ومبادره يمكن تاخذها واحد الدوله اللي ما عندهاش البنيه التحتيه. نحن نتوفر على البنيه التحتيه ما غنستافدوش. اللي خصنا نعرفوا على ان الاتحاد الافريقي ملي غادي يجي للمغرب غيجي طويل وعنده جميع المداخيل ديالو، الملاعب غياخذها خاويه والمستشفيين ديالو التذاكر ديالو، حنا ما غنستافدوش، حنا على العكس غادي نخسروا. ثم حتى الوقت اللي بقى كاين الفطر ديال التحملات وكاين شروط التعجيز هي اللي مطروحه. المغرب كيفاش غادي يتعامل مع هاد الصفقات؟ الان كاين صفقات في التذاكر، صفقات في الايواء، صفقات في النقل، ثم جانب امني راه خاصك واحد العدد كبير، البلاد غادا تموبيليزا، غادا توقف امنيا باش يمكن لها تنجح هذه العمليه. ثم هناك الوفد ديال الاتحاد الافريقي، الوفود 24 منتخب، راه ماشي كيف كنا نظمنا في سنه 1988 وكنا حلينا ثاني المشكل الكاف على زامبيا. راه المغرب اللي غادي ينظم هاد التظاهرة الإفريقية غادي يؤدي فيها واحد ثمن باهظ، لأنه سيتكلف واحد المجموعة ديال الأمور في الوقت أن كل الأرباح كتمشي للاتحاد الإفريقي. المغرب في إفريقيا علاش عنده هاد الصفة ديالو؟ أولا الدبلوماسية ديال السياسة ديال البلاد بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واللي فتح، وتبعاته الجامعة الملكية المغربية بأعمال أيضا ناجحة. هذا اللي كيبين على أن الثقة ديال المغرب، الثقة ديال كرة القدم الوطنية اللي رجعات. ولكن في تنظيم منافسة إفريقية وكأس إفريقيا شنو اللي غادي نستافدوا حنايا؟ كيخصنا نعرفوا شنو اللي يمكن اللي يمكن غادي نستافدوا منه. على العكس المغرب غادي يمكن يخسر واحد يعني مبالغ ماليه كبيره في التنظيم، في الوقت لان كل الارباح كيجنيها الاتحاد الافريقي. كاين جانب اخر مهم خصنا ننتبهوا ليه، ان اللاعب المحلي ما غيستفادش،
غادي ينظموا كاس امم افريقيا في المغرب، شحال ديال اللاعبين المحليين اللي غادي يشاركوا؟ غتوقف البطوله لمده شهر او اكثر، ولكن اللاعبين اللي كيمارسوا في بطولات خارج ارض الوطن اللي كيكون المنتخب الوطني المغربي نسبه قليله منهم هي فقط اللي غادي تشارك، اللاعب المحلي ما غايشاركش، البطوله غادي توقف واحد العدد ديال الارباح. ومع ذلك فالمغرب اعلن انه لم يترشح وترك الكره في مرمى الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي لانقاذ ماء الوجه ديال الكاميرون. غادي بواحد التخريجه الان، سحب 2019 من الكاميرون، ثم بغى يحاول يعطي الكاميرون 2021 اللي كانت عند الكوت ديفوار، ويحول الكوت ديفوار الى الدوره اللي كانت غادي تعطيها لغينيا ديال 2023، وهكذا دواليك. يعني لايجاد الحل، المغرب عنده مصداقيته، المغرب ساهم بقوه في البناء ديال الاتحاد الافريقي بعد الجماعه ديال عيسى. المغرب واجه الاتحاد الافريقي في المكتب ديالو السابق اللي كان كيتراس عيسى حياته، ما بغاش ينظم 2015 بالمبرر ديال الايبولا، وما قبلوش الجماعه ديال عيسى التي كانت تحكم الكاف، ما قبلوش وسلطوا عليه الحكم تقريبا واحد 10 مليار وما يشاركش في 2017 و2019. والمغرب بقى قوي، جر الاتحاد الافريقي وجر جماعه عيسى الى الاتحاد، الى محكمه التحكيم الدوليه الطاس، وربحهم ورد الامور الى مجالها، وساهم في التشبيب وفي يعني بناء جديد للصرح ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم. هذا هو علاش ان الدول تيقول لك المغرب يستحق كل الخير. انا المؤاخذه اللي عندي على التصريح ديال وزير الشباب والرياضه، ماشي المضامين ديال التصريح بقدر ما هي اختياره لمنبر فرنسي هو اللي دار معها حوار، لان بمعنى ان المنابر المغربيه ما كانتش ممثله باستثناء قناه الرياضيه، لحسن الحظ كانت الرياضيه. هذا من حيث الشكل، من حيث المضمون، ومن حيث مضامين ديال الكلام ديالو كنحسوا باننا مازال كنتخبطوا في العشوائيه. الناس كتخطط لسنوات وحنا كنقولوا لا ما غاديش ننظموا هذه، لا غادي ننظموا هذه، غادي ما ننظموهاش. لا علاش الكلام ديال رشيد طالبي العالمي بقى فيه شويه الغموض، كان كيقول باننا ما يمكنش ننظموا حتى ظاهره افريقيه فقط لارضاء بعض الاشخاص، ما قالش لنا شكون هما هاد الاشخاص اللي غادي يرضيهم بهذا التنظيم. تكلم على الالعاب الافريقيه، الالعاب الافريقيه ما عندهاش هذيك الشعبيه، ما عندهاش هذيك الامباكت اللي تقدر ديرو لنا كره القدم، ولكن هذا القرار ديالو، هذا التصريح ديالو كيعاود يرجع بزاف الناس لجاده الصواب، غادي يوريهم بان القطاع ديال الرياضه راه عنده واحد الوزاره كتشرف عليه، راه الناس غالطين كيصحبوا بان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هي المشرفه على القطاع الرياضي، وهذا خطا صحح وقيله البارح. بالنسبه للجمهور كما قلت لك الناس كيبغوا يعيشوا هذا لاكوب دافريك، يعني كانت المفاجاه بالنسبه لهم، يعني ما الانسان كيقول لك لا انا ما كنترشحش. وبالنسبه لزيكسبير ما قبلش قبل تقريبا شي كان جور كنا مع ليزيكسبير، الناس ديال الحسابات ديال الماليه ديال ليزانفراستركتور، كيقول لك اودي واخا ناخذوا حنا دابا هاد لاكوب دافريك لي مارشي، يعني تيخصك باش ان بارتنير، يعني ان سبونسور كتكون هضرتي معاه، ان سبونسور كتكون وجدتيه، ماشي حتى لاخر دقيقه تجيبوه حتى لجون فيولا في بريد تقول له بغيتك في جوان. بون هادي بالنسبه للناس لي زيكسبير زعما، هادي كتبقى حوايج اخرين ديال حنايا كالمملكه المغربيه، يعني الانفراستركتور موجوده هادي كاينه، الى اخر دقيقه يقدروا الكاف يقولوا ما تكونش شي بلد، حنا المغرب كيبقى ديما واجد ناحية ديال كما قلت لك الجهات التحتيه ولا لا سيكوريتي ولا لوسبيتاليتي بوكو شوز، غير ملي رجعنا شويه اللور كنلقاو راسنا حنا الا دارت هذه القضيه باش غادي يعطيوك. في 88 كنا حنا اللي رامبلاسينا لا زومبي 88، و 2005 بيتو كان وقع المشكل ديال ايبولا وداك الشيء، واخيرا الشان هي اللي شويه دازت. غير هي كتبقى ديما كاينين في كل كاس افريقيا كاين دي زونجو
كاين دي زانجو ديال فينانسيي زعما الفلوس وكاين دي زانجو سياسيه بزاف الحوايج ونتمنى تكون شي تخريجه اللي تغطي الجميع.